بقى بالإنجازات العلمية اللي ما غابت عن المشهد رغم الظروف الصعبة اللي عم تمر فيها البلد، عم نحكي عن إنجاز علمي جديد رغم هاي الظروف، طلاب الأولمبياد العلمي السوري وإنجاز علمي جديد في مسابقة مندلييف الدولية للكيمياء اللي نظمتها روسيا عبر الإنترنت لطلاب مرحلة التعليم الثانوية بمشاركة 27 دولة. وتميز فيها كمان طالب حصل على البرونزية، طبعا بنقول له ألف مبروك. أكيد. أنس عباس عضو الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للكيمياء عن هالإنجاز الكبير وطبيعة الاختبارات العقلية اللي صارت بعد يومين، رح نتحدث اللي أجريت عن بعد عبر يومين، رح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور يمن أتاسي رئيسة اللجنة العلمية المركزية للأولمبياد العلمي السوري للكيمياء. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. يعني ظروف الصحية اللي انفرضت على العالم أجمع مو فقط على سوريا، فرضت علينا كثير من الظروف عبر الانترنت، يعني كثير من النشاطات والفعاليات الثقافيه عبر الانترنت. هي المسابقه اللي نحكي اكثر عنها نعرف الجمهور هي مسابقه مندلييف الدوليه للكيمياء، هالسنه انقابت عبر الانترنت، هي عاده تقام في روسيا. في روسيا ولكن بسبب ظروف الكورونا وحفاظا على صحه ابنائنا الطلبه فتقرر قيامها اونلاين. وفريقنا طبعا الوطني كان مؤلف من 4 طلاب بمركزين قمناها، مركز قمنا في طرطوس والاخر كان في حلب. كنا حريصين على عدم انتقال حتى الطلاب ما بين المحافظات، كلهم في محافظته، فسائب عنا فريق من طرطوس، حتى في طالب من حمص اضطرينا ننقله على مركز بس طرطوس يعني عملنا، والثاني 2 طلاب الاخرين كانوا بحلب. فجرى الاختبارات، جرت الاختبارات من هذه المراكز اونلاين، وتم وضع كاميرات تصوير الطلبه وهن عم يؤدوا الامتحان وهن عم يشرفوا عليه هون عم بعد وعم يتحققوا من حسن سير العمليه الامتحانيه. اكيد. يعني خلينا نتعرف اكثر على الفريق السوري، وخاصه يعني تزامنت كمان هي الامتحانات مع امتحانات البكالوريا، فخبرينا كيف هيك صار في هالتنسيق بين الطلاب. هذا الشغف يعني هذا ما واجب، هذا شغف لحتى يبدعوا ويتميزوا. اكيد. هلا نحن من ضمن الفريق الوطني السوري اللي هو عباره عن 15 طالب كل سنه نحن بناخذهم، بنجري لهم بشهر اذار اختبار بنسميه اختبار الانتقاء لحتى ننتقي من هالفريق الوطني الافضل، بنسميه الفريق الدولي اللي يشارك يساهم معنا بالمشاركات الدوليه. طبعا نتيجه الاختبار الانتقاء حصلنا على 4 طلاب هو فريقنا الدولي، هالـ4 سائبوا السنه بالبكالوريا، عندهم امتحانات الشهاده الثانويه. ووقت كان وقت مسابقه مندلييف نتيجه التغيرات صارت بمواعيد الاختبارات الدوليه والمسابقات، سائب انه اليوم الاخير اللي عندهم هن فيه بكالوريا اليوم الاول هو لمندلييف، فاضطرينا ناخذ الشريحه اللي بعدهم. واخذنا طلاب كانوا من الـ11، فكنا يعني خلينا نقول هي الشريحه الرديفه، طبعا هن طلاب جيدين متميزين ايضا كانوا عم يتدربوا، بس مو هن الفريق اللي كان لازم يشارك دوليا، الفريق الدولي رح يساهم معنا بمسابقه ثانيه هلا رح تصير رح نحكي عنها. بس قد ايه حلو انه الفريق الرديف اللي هو شارك يعني بدل من الفريق الاساسي ومع ذلك حقق انجاز، يعني كان هو فريق رديف عم نقول عم يشارك لاول مره، فينا نقول عم مثل صدر معلومات سريعه ومع ذلك الحمد كان لله. في انجاز برونزيه للطالب انس عباس، نوجه له تحيه كثير كبيره، نوجه تحيه كمان لاهله. هذا الشعور انتم كاولمبياد جدا علمي في كمان هيك رغم الظروف قديش فعلا بيعطيكم هيك انه لا نحن موجودين في امان كل الظروف رح نكون، اذا برونزيه اليوم بكره اكيد ان شاء الله الذهبيه. اكيد اكيد. يعني هن الطلاب حقيقه هن مثابرين، كانوا عم يتابعوا مع رفقاتهم بالفريق الدولي كافه الاختبارات والتدريبات، كانوا عم يتدربوا، يعني احنا كنا حريصين انه ندرب فريقين، ندرب كل الطلاب، عم ندرب وندرب، وخصوصي السنه كان تدريب اونلاين، فعم نبعث الوظائف للجميع، الاختبارات اونلاين للجميع، وكانوا عم يتجاوبوا معنا. صحيح عيوننا كان على الفريق الدولي بس كانوا هدولك عم يتدربوا، وسائب الظروف انه دخلوا والحمد لله اثمرت جهودنا واعطونا ميداليه. اكيد. بما انه 5 ساعات ويومين اكيد كلكم كنتوا على اعصابكم فيها، بما انه كمان الفريق الرديف شارك فيها، خلينا نحكي التعامل مع الانترنت اليوم صعب. هلا هو ما في شيء صعب على هذا الجيل، بتحسين
بيفهم كل شيء، لكن التعامل كخبرات امتحانيه او كامتحان ومع دول ثانيه، فخلينا نحكي اول شيء عن ضبط الاعصاب، كيف هديتوهم، تعاملتوا معهم، كيف تمت عمليه الامتحان عبر الانترنت غير الكاميرات اللي حكينا عنها. هلا هي انا من هون انا كنت دربهم علميا، بدي اشكر ايضا الاداره بالاولمبياد العلمي السوري اللي هن كمان وفروا لهم الانفراستراكشر، كل هالبنيه التحتيه لوجستيا، كمبيوترات، ناس تصور لهم في سكانر، يعني هن بيشتغلوا طبعا كله عم يتصور الطلاب، جهود جباره بالضبط. بوجه لهم تحيه، بوجه لهم تحيه كبيره للاداريين القائمين بالاولمبياد العلمي السوري، لانهم حضروا لهم كل الانفراستراكشر من كمبيوترات وآليات وعلموهم دربوهم للطلاب، وحاولنا قدر الإمكان كمدربين نهدي من أعصاب الطلاب ونقول لهم أهم شيء تتروا وتهدوا، ومثل ما تفضلتي الهالجيل الجديد بالتعامل مع التقنيات الحديثة الحقيقة هن بالنسبة لهم مبدعين، يعني ما في أي مشكلة، سابقين بأجيال أكيد. بس هي عملية 5 ساعات عم نحكي عن امتحان ضبط، يعني ضوابط، يعني بتلاقي الام ما بتقدر تضبط ابنها ساعه واحده وهي عم تدرسه بالبيت، لما انت قديش فعلا مهيئين لهم، نحن عم نحكي عن البيئه والبنيه التحتيه، كيف مهيئين لهم هي الظروف لقدر انا اضبطه 5 ساعات يكون مركز بشكل كثير كبير ليومين متتاليين. عم نحكي عن بلدان عالميه، نحن عندنا ظروف استثنائيه، كنتوا لا عم تنافسوهم بشكل اكبر وعم تحققوا انجاز على ارض الواقع. هلا اهم شيء هي شغف، الحقيقه طلابنا شغوفين بالعلم وحابين الشغله اللي هن عم يقوموها، ما عم يجوا يعملوا شغله ما بحبوها، ونحن مدربينهم بالاختبارات الاونلاين انه انت بدك تقعد 5 ساعات وتجاوبني اونلاين، خلال 5 ساعات بدك تقعد على الفحص، فهذا كله بيجي بالتدريب. صحيح. يعني في عندك الطالب الشغوف البذره الجيده مهتم، في المدرب يلي عم يحطه بظروف المنافسه الدوليه انه انت هيك بدك تشتغل ضمن هالمنافسه، اذا انت حابب تثبت نفسك ويكون لك حضور عالمي بدك تصبر بدك تشتغل، هن عم يتجاوبوا معنا. ونحن بذلنا كل جهدنا انه كل شيء موجود برا ننقل لهم يا قدر الامكان لهون ونعطيهم اياه، والحمد لله ما ضاع جهدنا، يعني الواحد بينبسط انه يلاقي الطلاب عم يتجاوبوا. بدي اسالك اليوم انت كدكتوره يمان، شو بتخبريهم قبل ما يتم الامتحان عبر الانترنت او لما يشاركوا بالاولمبياد الدولي، بتعطيهم نصائح معينه خاصه بالمشاركات العالميه، هي التهدئه نقول من قبلكم كمشرفين كيف عم بتكون؟ هلا في لنا دورين، نحن يعني خلينا نقول دور مشرف علمي اكاديمي بيعطيه العلم، انت هيك بدك تشتغل، هي الشغله هيك تنحل، هي هيك بدك تجاوب عليها مشان يقدروا يعطوك علامات عليها، هذا علمي. وفي دور ثاني انا بحسه ابوي، يعني بنحسهم مثل اولادنا اطفال، يعني هن بالنسبه لنا، فمن دائما بنرفع من معنوياتهم، بنزيد ثقتهم من نفسهم، بنقول لهم انتم عم تعملوا شيء كثير مهم، لانه ضمن هالظروف الكثير صعبه القاسيه اللي نحن عايشين فيها انتم عم تتقدموا وتنافسوا ناس متميزين بدولهم، فيعني مو شغله بسيطه. صحيح. ابدا. فانا هذا طبعا اهم شيء، اذا نزرع بذور الثقه فيه عندهم، نقول لهم انه نحن ثقتنا فيكم كبيره، تحسوا وقت بياخذ منك جرعه ثقه بينتشي بيقول لك انا شكرا انا ريحتني فعلا انا كنت قلق. صحيح. فنحن دورنا ندعمهم معنويا غير الدعم العلمي اللي بنقدم لهم اياه. طيب خلينا نحكي عن مستويات الاختبارات، لما بنحكي عن مسابقه دوليه عالميه اكيد مستوى الاختبار رح يكون عالي، هون كيف تكون مستوى الاختبارات؟ ولما نقول انه انتم مشاركين من سوريا ما بيستغربوا يعني بعض الدول المشاركه انه انتم فعلا عم تشاركوا بهي الاختبارات على هذا المستوى العالمي رغم الظروف اللي عايشينها، لانه لهلا ايه بتلاقي العالم تستهجن هيدا الموضوع. هلا نحن ما لنا جداد على هالحقل، نحن سبق من زمان نحن فايتين وعنا انجازات. هلا صار عندنا خبره تراكميه، يعني نحن كمدربين مو اليوم عم ندرب، نحن عم ندرب من زمان، صار عندنا صرنا بنعرف شو المتطلبات الدوليه لحتى انا هذا الطالب يوصل معي ياخذ يعمل انجاز يقدر يحط اسمه. فعالميا صاروا معروف انه سوريا مو صدقيني، في كثير بلدان عم تحط مصاري وعم تدفع وما عم يطلع، يعني الحمد لله نحن طلابنا التعب فيهم ما عم يضيع. حلو كثير حلو، يعني هذا لو نحن هلا بيشوفونا بيقولوا انه نحن مثلا صف كلام او حكي، بس هاي فعلا عم نحكي عن ظروف حرب وعم نحكي عن ظروف استثنائيه. بالضبط. صح. قديش حلو هذا الشعور اليوم، شعور رائع ما تصدقي وقت يعني بنعرف انه طالب من عنا حمل انجاز، قديش بنفرح بنقول سوريا تستحق ان تفرح، يعني بنحب بنقول سوري بنشد ظهرنا هيك. بالضبط. هذول قدروا مع غيرهم يلي عم ينحط لهم
ظروف متميزه ببلد ما فيها حروب وامكانات عاليه، عم يقدروا ضمن هالظروف انهم يثبتوا نفسهم. لا انا بحب لكم انه بمجال الاولمبيادات الحمد لله، مو بس بمجال الكيمياء، بالكيمياء وبمجالات اخرى، سوريا الى بصمه بفضل هالشباب الظريف الطيبه اللي شغوفه بالعلم. الحقيقه في عنا شباب عنده باشن مثل ما بيقولوا، عنده شغف لانه يثبت نفسه، لانه ايام حتى من الظروف الانسان تخلق صحيح. تخلق من عم يحم بالضبط يفرغ هي الطاقه بالضبط. بطريقه صح. المحنه اللي احنا عايشين فيها عم يحولوها هن شو لفرصه، انه نحن لا بدنا نعملها منحه ونقدر نثبت نفسنا. اكيد، وهذا هو التميز. هذا التميز كمان دكتوره يمان، يعني الكيمياء هي اساس علوم الحياه مثل ما بيقولي، بتدخل بكل العلاقات بتفاصيل الحياه حتى بادق التفاصيل. فخلينا نحكي اليوم، دائما كانوا يقولوا لنا نحن وصغار اذا بتحبوا معلمتكم تبدعوا، وهذا هي نظريه صحيحه يعني 100%. اليوم انتم مع الاولمبياد كيف كمان العلاقه؟ خلينا نختم، واذا في شيء ثاني عم تحضروا له. اكيد، هلا مثل ما قلت لك سبق، قلت لك علاقتنا معهم غير علاقه مشرف علمي عم يقدم ماده علميه لطالب. نحن الحقيقه يعني بتشوفي بتفوتي على صف عم نحن ندربهم، نحن بنشعر بكمان هن بيعطونا طاقه ايجابيه بسبب اهتمامهم للعلم. فنحن انا كل ما بكون محضره شغله بلاقي عم يتجاوبوا معي، بعطيهم شغله اكثر. يعني علاقتنا معهم هي وعلاقة حقيقة أنا بحسهم مثل أولادي. فأنا بزعل إذا واحد منهم مرض أو إذا واحد منهم ما قدر يقدم الفحص لسبب ما أو تأخر، فإن شاء الله يعني هذا له أثره اللي أدى أنه طلابنا عم ينجزوا هالإنجازات. هلأ قريبا في عنا ب 25 الشهر مشاركة عالمية أونلاين كمان، أولمبياد إنترناشنال كيمستري أولمبياد يلي كان مفترض يكون بتركيا، طبعا عالميا أيضا بسبب الظروف كوفيد 19 تقرر عمله أونلاين، وسوريا من الدول المشاركة. ب 25 الشهر رح يكون في عنا، هلأ رح نشتغل بفريقنا الحقيقي خلينا نقول الدولي مو الرديف، لأنه خلصوا بكالوريا ومن هلا عم يتحضروا، وان شاء الله يا رب يكون في انجاز ونحكي ونعلنه. اكيد الاخباريه السوريه دائما مرافقه الاولمبيات العلم السوري منذ سنوات لتحقيق الانجازات. نتشكركم اكيد على وجودك معنا وعلى جميع خطواتكم القادمه، بنتمنى لكم التوفيق واكيد مرافقينكم اكيد. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا.